هلو، هاي جايز، كيفكم اليوم؟ رح نلعب لعبة مين بعرف مايا أكتر؟ يلا نبدأ. السؤال الأول، كم نمرة رجلي؟ يلا شو كم نمرة رجلي؟ يعني size of my leg. يلا بعرف إنه في حدا ممكن يعرف، في حدا ممكن ما يعرف، بس أتوقع ممكن. سن بس اكتبي نمبر، اوكي؟ شكس. يلا طلعوا اقلبوا مع بعض. لا غلط. مين؟ 32. كتير صغير. ببي انا ببو. بس انتي كتبتي 3.4 وسامة كتبت 17. يلا هلا بدي افكر بسؤال تاني. هلا انا ما رح اسالهم شو لوني المفضل، شو مثلا اكلي، عشان الصبح حكيت لهم بالغلط. شام سما، شو اكتر بلد نفسي اسافر عليها؟ ولا مره سافرتي عليها؟ ولا مره. نفسي يعني عمري ما شفتها، يعني اكيد. open your mind. مشكلة أنا بشوف جواباتهم، هن جنبي. ارفعي شوية عشان ما أشوف. أوكي غلطوني عاد. تليفون لازم كل مرة لما نصور يرن التليفون. لازم نحكي كله. يلا ما كان too fast، لسه مش كاتبة شيء. ايش عندنا التليفون؟ 1 2 3. ايش كتبتي حبيبتي؟ دبي. انا سعودية. سعودية. ولا واحد صح؟ ايش هي؟ ايطاليا. كتبتها قبل. البلد اللي كان بدي اروح عليه ايطاليا، ولا حدا جاوب صح. هاي ايش حكيتي؟ شو جاوبتي؟ دبي. وهي جاوبت سعودية. كان نفسي اسافر على السعودية، بس ايطاليا اكتر عشان حلوة، هيك فيها شغلات غريبة كتير. فيلا هلا رح اعمل سؤال تاني. سؤال التالت، شو اكتر اكلة بكرهها؟ خلصتوا؟ يلا يقلبوا. يلا باسلة. سما منسى. ورا واحد كله خلط. مين شو هو؟ هو السمك. جد جايز انا كتير بكره السمك، وبس اكله ممكن ينحط بتمي غصب عني، استفرغ يعني، كتير بكره. سؤال الرابع، شو اكتر حشرة بخاف منها؟ لف وخلينا نشوف الاجوبة. اشوف انتي سبايدر. عنكبوت صح. 2 صح. سؤال الخامس، شو اكتر محل بحب اني اروح عليه وهالشغلات؟ بالاردن. بالاردن. كاس دقيقة ابعدوا عني شوي. I love you guys. You are my cinnamon. يلا 2 3 خلصتوا؟ يلا اقلبوا. مايا هاوس. بيت مايا. مطعم. صح انتي صح. اسألكم ليه بحب بيتي، يعني لانه انا دايما كتير كسولة، ما بحب قوم عن التخت او كلباي، بضل هيك متسطحة على التليفون. ماما موي بليز، ماما اكل بليز، ماما جيبي لي الستاند تبع الايباد. ضلي قاعدة ما بحب قوم. شو اكتر نكت عصير بحبها؟ يلا اكتبي سما اكتبي. اذا بدك تقدر ترسمي بالالوان شو لون العصير مثلا. بعرف كتير بطلوا، كتير بطيئين اوفر.
استوبري وسما اورنج برتقال. الصراحة يعني ولا واحد صح، بس الأقرب شام. ليش؟ لأني أنا بحب نكهة التوت، هي كتبت ستوبري. قريبة بس ما راح أعطي ولا حدا، لأنه ولا حدا جاوب توت أو بلوبري ممكن، بس إني ما جاوبوا. سؤال شوي صعب، كم مشترك عندي باليوتيوب؟ جايز أكيد أنتوا بتعرفوا، كمان لازم توصلونا للمليون عشان ناخذ الدرع الذهبي. حبايبي قربوا علي كمان مره. وان تو تري قلبوا. كم كتبتي شام؟ 116,000. سما 100,000. غلط، انتو الترين 239,000. قال الثامن، شو اكتر لون مكره؟ فرجوني اجوبتكم. جرين. ولا واحد صح للأسف، فهو اسود. بس حرام سما، يعني عندها بس واحد. حطيك البونت. تمام. السؤال التاسع، شو بحب اكتر، الشعر القصير ولا الشعر الطويل؟ خلص. 1 2 3. كتبت انتي لونج؟ طويل. اوكي، انتي طويلة. فالصراحة ولا اشي، القصير بحب القصير اكتر من الطويل، بس انا بس يطول كتير وهي بقصه. شو اكتر اكله بطلبها من ماما؟ نشوف. اكل طبيخ ولا اشياء بتجيبي من بيتك؟ يعني انت قصدك السوبر ماركت؟ اكل يعني هي بتعمله بالبيت، ما بيطول. فايز بتيتو. دوالي. الصراحة اسم انت خاطئة، انت صح يا كيوت. The winner is شام 4 وسما 2. بس كمان سما كانت شاطرة بس دقيقة. ولا تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب. سما عادي ما تزعلي، كلها لعب.